انتقادات خرجت من قلب العاصمة واشنطن ضد قرار التعريفات الجمركية التي أعلن عنها الرئيس جو بايدن بحق الصادرات الصينية. صندوق النقد الدولي يرى أن تسوية خلافات البلدين الاقتصادية والتوجه نحو الانفتاح التجاري يعد أكثر حيوية لأدائهما الاقتصادي. أمريكا والصين أكبر اقتصادين عالميين يستحوذان على قرابة 40% من الناتج العالمي. الصين تلقب بمصنع العالم ولا غنى عنها حتى في الولايات المتحدة، كيف لا وواردات واشنطن من بكين تتجاوز نصف تريليون دولار في 2023. التعريفات الجمركية التي قد تقود لحرب تجارية ستفكك الاقتصاد العالمي، بل قد تؤدي إلى انكماش الناتج العالمي بنسبة 7% ودخوله حالة التشرذم الشديد، أي ما يعادل مجموع الناتج الإجمالي لاقتصاد اليابان وألمانيا. فهل يستمع بايدن لنصائح صندوق النقد؟